السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح درس ثورة العصافير. أول حاجة نقرأ الدرس. يحكي أن ملكا من ملوك العصافير حبس العصافير ومنع عنها الطعام. صرخت العصافير وقالت نريد الطعام. ضرب الحراس العصافير. مات عصفور فحزنت العصافير. جاءت العصافير من كل مكان. صرخت ارحل ارحل. هرب الملك فرحت العصافير. كان نكون قرأنا الدرس، تعالوا نشرحه. بيحكى ان كان في ملك من ملوك العصافير حبس العصافير كلها ومنع عنهم الطعام، مدهمش اي اكل. العصافير صرخت وقالت عايزين الطعام. الحراس ضربوا العصافير فمات منهم عصفور فحزنت العصافير عليه. جاءت العصافير من كل مكان وصرخت ارحل ارحل. قام الملك هرب ففرحت العصافير. كان نكون خلصنا الدرس. اقرأ وتعلم واحفظ. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان عشان نحفظها. في الآية ديت ربنا بيقول لنا، ربنا بيأمرنا إن احنا نعدل ونحسن، نكون عدولين ونكون محسنين. كان نكون خلصنا الدرس، تعالوا نحل الأسئلة. اقرأ ثم ضع، صح أو خطأ. حبس الملك العصافير ومنع عنهم الطعام. هل الملك حبس العصافير ومنع عنهم الطعام؟ صح. صرخت العصافير وقالت نريد الحبوب. هل العصافير صرخت وقالت نريد الحبوب؟ غلط. العصافير قالت نريد الطعام. ضرب الحراس العصافير فمات الملك. هل لما الحراس ضربت العصافير الملك هو اللي مات؟ غلط. فمات عصفور. جاءت العصافير من كل مكان. صح. كان نكون خلصنا درس ثورة العصافير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.